سامي، عشان قبل ما تسيبنا وقبل ما اطلع فاصل كل ده سامي لسه معانا؟ هاخد منك تعليق اخير، خاصة كمان ان الاسطورة تحديدا ربما كان النموذج الاكثر يعني زيوعا اللي بيوصل حكاية او اللي بيتهم بانه والله ده علم الناس البلطجة. شايف انه ده في النهاية اتهام باطل والبلطجة موجودة في المجتمع وانت بتعكسها يعني. والله انا عايز اقول حاجه اخيره يا استاذ وائل قبل ما اقفل، ولحضرتك طبعا عارف انا بحبك وبحترمك قد ايه. الله يخليك. وعجباني جدا اراء استاذ مجدي صابر استاذنا واستاذ محمد صلاح العزب صديقي واستاذ عمرو سمير صديقي، بس انا عندي ملحوظه ارجو من الثلاثه الاساتذه الافاضل اللي موجودين غير زمايلي ياخدوها مني بصدر راحت، بس انتوا الثلاثه طالعين على التلفزيون عشان تتشهروا، ودي اخر حاجه ممكن اقولها ومرسي جدا يا فندم. طالعين ايه؟ هي عشان يتشهر عشان يا فندم يعملوا مزايده بقى. لا ده غلط. لا ما انا مش عايز اهين الناس يا محمد، بس ده عيب 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 الكلام بصراحه. ده رايي ده رايي انا. ما محمد اسطوم يعني شخصيات لها يعني وضع. انا عايز اقول حاجه ثانيه يا استاذ، ان هم ما بيمثلوش الا انفسهم يعني. لا احنا بنعمل كده ولا المجتمع. هل انت تقدم، هل انت قلت لما اقدم طلب احاطه عن الفن والاعمال الفنيه لانه ولا يركز فيه؟ عنده حاجات كتير جدا اهم يركز فيها الكابتن نايب، اهم من طلب الاحاطه اللي هو انت بتتكلم عن المسلسلات ويقول لك بدخل اقفل على نفسي، وده كلام بيضحك اللي بيقوله الكابتن نايب، ده كلام يضحك. يدخل اوضتي واقفل على نفسي، ما تقفل التلفزيون، ما تشيل التلفزيون من البيت، انت عدو التلفزيون للشكل ده، شيل التلفزيون من بيتك، روح اقعد في مجلس النواب ناقش 100,000 حاجه ثانيه عندك 100,000. هو بصراحه طول ما حضرتك طول ما حضرتك هتعمل افلام ومسلسلات، فعلا الواحد المفروض يطفي التلفزيون وما يتفرجش على حاجه. انا ارجوك فعلا، لان افلام الافلام الهابطه دي واخد بال حضرتك فعلا تخلي الواحد يقفل التلفزيون. لان طبعا اصل الكلام اللي بيقوله بالنسبه للدكتور هو على التليفون كلام يعني كلام مش منطقي وما ينفعش يتسمع. هو على التليفون بس نسمعه. اتفضل يا استاذ محمد. بيقول لك هو بيقول طب نسمع بس يا استاذ، بيقول على الدكتور وعلى سمير بيه ان هم طالعين عشان يشتهروا مين؟ 2017 يا بيه، اللي انت بتقوله ده كلام يضحك، اللي انت بتقوله ده انت في 2017 جاي تتكلم تقول لي بدخل لوحدي اقفل التلفزيون على نفسي واتفرج عليه، وايه الكلام ده؟ الدكتور ما قالش كده، الدكتور ما قالش كده، انت ما تقولوش كلام ما قالهوش. الدكتور اللي انت بتقوله ده بيضحك، اصل الكلام اللي بتقوله ده بيضحك. استاذ سمير صبري، استاذ سمير صبري مع احترامي الكامل ليه، استاذ سمير صبري طول الوقت ما بيعملش حاجه غير ان هو يرفع اواضي على ممثلين، يرفع اواضي على تلفزيونات، يرفع اواضي على افلام، يرفع اواضي على بتاع، وما شفناش حد اتحبس ولا حد حصل له حاجه في الاواضي. ما يركز في حاجه ثانيه يا استاذ سمير صبري. حضرتك الاستاذ رجل الدين، انا ما بتكلمش عن رجال الدين، ولكن يعني حضرتك عندك كعضو مجلس نواب، روح عندك 1000 مصيبه ثانيه ركز فيها، مالك ومال المسلسلات والافلام انت؟ والله ما لقيتش نصيبه اكتر منك عشان اركز فيها. مالك ومال المسلسلات والافلام؟ والله انا ما لقيتش نصيبه اكتر منك، واخد بالك؟ لقيت نصيبه انت، لقيتك انت نصيبه، قلت بالمره يا فندم. ده لا خلينا بس يعني مستوى الحوار شويه، ركزوا في حاجه مستوى الحوار ده. انا يا استاذ احمد بس يتكلم بالشكل ده مع احترامي يا وائل بيه، ما يهمش من حقه، ما ينفعش يقول وجهه نظره انه يقول يا جماعه انتوا مشغولين ليه بملاحقه الاعمال الفنيه، ما تنشغل بحل مشاكل البطاله والاقتصاد تمام والاوضاع المعيشيه تمام. اقول لك على حاجه، ركز في التعليم. اسمعوا بس، اسمعوا. ركز في التعليم يا سيدي الفاضل، ركز في الصحه، ركز في العشوائيات، ركز ازاي تبني بيوت حلوه للناس اللي في العشوائيات. عندك 1000 حاجه تركز فيها وسيب التلفزيون. خلينا احنا التلفزيون احنا فشله، وخلينا احنا نفكر في الفشل بتاعنا والحاجات اللي انت ما بتحبهاش. ما تشغلش نفسك بحاجه ما بتحبهاش، شوف هواياتك ايه وركز فيها. عايز تقول حاجة يا سمير؟ اتفضل. طبعا هو فيما يتعلق بالأستاذ محمد، هو تقريبا ناسي إن أنا محامي أساسا، لأن هو طلع كده واتكلم كلمتين إن إحنا غاويين شهرة، وناسي إن هو لما بيعمل عمل والعمل ده بيبذل فيه جهد عشان في وجهة نظره ينجح عشان هو يشتهر. مفيش حد ما بيدورش على شهرة، ولا حد بيدور على النجاح. طبعاً ما بيدورش على النجاح. فكله بقى يطلع يقول لك ايه، اصل انا مش مادي، وكله بيدور على الفلوس، اصل انا مش بدور على الشهرة. انت نجاح لعمل بتقدمه او لفيلم، ده سعيك وراء الشهرة. تصويرك كل يوم في المجلات وفي باريس وغير باريس، ده سعي على الشهرة. فبقت كلمة الشهرة بقت معيار شخصي، اللي عايز يهين واحد يقول له انت بتسعى او بتدور على الشهرة. ايوة يا فندم، احنا بندور على الشهرة زي ما انت بتدور على الشهرة، زي ما الاستاذ وائل بيدور على نجاح برنامج، زي ما الاستاذ بيعمل عمل زي بكار. هو بيبني الشهرة باعمال فنية، هو عايز يقول ان انت تبنيها بقضايا، واحنا ده عملنا، وانا ابنيها بقضايا دفاعا عن المجتمع، دفاعا عن الاسفاف اللي بيحصل ده. ده بيهين مجتمع، وده اللي بيقول لك مثلا بالنسبه للمحامين، اللي انتم بتقدموه ده كله من دوائر الدعاره وشبكات الدعاره اللي انتم عمالين تقدموها.
هو ده الفن. هجيم ده ما اسموش فن، دي جرعه من اسوأ ما يكون بتدخلوها بيوتنا. اصبح النهارده تقول لي الطفل طيب يتفرج على اعمال عشان الصفر. لازم اطلع انا اسف استاذ مجدي، بس استاذ محمد سامي الف شكر. اسالك سؤال، خلي السؤال ده طب اساله وهطلع فاصل يجاوبك بعد حضرتك الفصل. بتمسك قضايا ادب؟ لا يا فندم. تمسكش؟ لا. ولا مخدرات؟ بمسك مخدرات. وزمايلك بيمسكوا قضايا اداب؟ على دماغي. المحامي والقانون اصلا والقانون مش متهم هيحاكم الا لابد ان يكون محاميا. يجب عشان تكون المحاكمه صحيحه وسليمه ان يكون هناك محامي. مظبوط. حتى لو كان المتهم مدان. مزبوط. وحتى لو المحامي عارف انه مدان. مظبوط. هل كده انا احكم على المحامي ان هو بتاع دعاره وبتاع مخدرات نظره؟ لا طبعا. او حكم غير اخلاقي؟ لا طبعا. لانك تدافع عن الدعارة، تدافع عن متهمة بالدعارة وتأتي لها بالبراءة، ويسأل نقابيا لو امتنع انه يدافع عن اي متهم. جميل. ده واجب عليه ودستوري عليه. تجد في عملك في الدفاع عن هؤلاء عمل لا اخلاقي، وانا لما اعرض مشكلة حقيقية موجودة في المجتمع ايا كان انتوا ضدها. احنا ضدها طبعا. يبقى احنا انتوا ما بتعرضوش عمل ضده ايه؟ الا واحنا ضدها. ضدها ايه؟ ده انتوا ما بتطلعوش من مش انتوا. انا ما بقولش انتوا والله، لان انتوا فهمتوا ان احنا بنتكلم عليه. بس الكلام ما بنتكلمش عليكم ولا هنتكلم على مجمل الاعمال الفنيه. مجمل الاعمال الفنيه بتقول ان الاعمال الفنيه يعني انت من ضمن الاعمال الفنيه العمل اللي انت قدمته. انا مقدم فيه بلاغ ضد في النيابه ضدك. فلما تيجي اللي انت عامله فنيه انت حضرتك عايشكم مقدم ضد. اه طبعا مقدم. اه طبعا. حضرتك حبست كام فنان يا استاذ؟ عملت ايه يا فندم؟ حبست كام فنان او كاتب او ولا اي حاجه؟ كلها بلاغات في شنك. مين؟ لا يا فندم كلها في شنك. لا يا فندم. لا 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 لا. يعني جبت حكم على مين؟ حبست على كتير جدا. زي مين؟ لا يا فندم. مين حكم عليه واتحبس؟ انا بأدي واجبي. انا بأدي واجبي في بلاغي. اذا كان كل حضرتك ما بتقدم بلاغ وشايف انك بتأدي واجبك، القضية بتتحفز؟ لا يا فندم، ما فيش حاجة اتحفظت. لا في مسلسل اتوقف. لا يا فندم، ولا في هطلع مبدأ سجن. ده غلط.